سكواد النادي الاهلي حاليا مليء بالنجوم المتالقين مهارات على كل شكل ولون، شايف الى اي درجه الموضوع ده هيسهل ماموريه كولر في الفتره اللي جايه في مساله الروتيشن؟ لان احنا عندنا دلوقتي اكتر من سكواد، مش سكواد واحد الحقيقه. ايوه، عنوان واحد يا كريم، يعني هو ده اقوله، عنوان واحد: التسديد مفتاح الفوز. النادي الاهلي في السنوات السابقه كان يفتقد لمن يسدد على المرمى. الفينال بتاعنا يعني. انك تسددي يعني الفاينال، لا مش انهاء الهجمه، ما هو انهاء الهجمه ممكن بهجمه منظمه، ممكن انهاء الهجمه بباصه شويه هتخش جول، ممكن بالدماغ تخش جول، لكن التسديد من خارج المنطقه. التسديد كان له دور وفعل السحر. الاربع اهداف جم من تسديد، ما جوش من لعب عادي. ماذا والا اللعيبه دي لو ما شطتش مش هيخش جوال، وهتبقى المباراه تعادل، لان احنا ما عملناش من الهجمات الخفيفه او المنظمه او بالراس او بالجنب او ببطن القدم.